20 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 جريح في انفجار قوي قرب محطة القطارات الرئيسية في العاصمة التركية أنقرة. الانفجار وقع قبل تجمع كانت المعارضة التركية المتمثلة في عدة حركات يسارية بينها حزب الشعوب الديمقراطي قد دعت إلى تنظيمه من أجل السلام وذلك قبل 3 أسابيع على موعد الانتخابات التشريعية في تركيا. فرق الإسعاف هرعت إلى المكان لنقل الجثث وتقديم الإسعافات إلى المصابين ونقلهم إلى المستشفيات. التجمع السلمي الذي كان من المقرر تنظيمه قرب محطة القطار مناهض للحكومة وتمت الدعوة إليه بعد استئناف المعارك بين الجيش التركي والمتمردين الأكراد في تموز يوليو.